أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور و
وإلى الله ترجع الأمور. واعتصموا بالله
وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.